السلام عليكم، معكم خالد رمضان تكنيسيان و مانتونونس انفورماتيك. في الابيزود تاع اليوم راح نهضر لكم على ان كاي صرا بزاف اللي هو البلونطاج اي لا سيرشوف تاع اون كارت غرافيك. واليوم ان شاء الله راح نوريكم افيك دي زوتي سامبل كيفاش نيفيتيو هاد دي بروبليم. كما قلت لكم خير تان اكزامبل اون كارت غرافيك اون سافير ATI HDTA 1870. Malgré que c'est une ancienne carte d'ancienne génération, mais mazal had dawr certains jeux qui m'a Battlefield 3. Donc nqdrou ndirou ala maintenance باش نخلوها تعطي toujours le rendement ديالها. Bon, باش ندير la maintenance ديالنا لازم نوريكم la partie اللي هي توقع فيها la maintenance اللي هي هذه هي. Donc عندنا le ventilateur وعندنا تحت لو كاش اللي كتشوفوا فيه عندنا لو رادياتور. دونك الرادياتور هو اللي يشرب السخانه تاع جي بي يو، ومن بعد الفونتيلاتور يسوفلي باش يخرج لير شو. دونك جي بي يو يقعد توجور سير اون تمبيراتور معينه. باش نديمونطيو هنايا لازم كاين ديفيس، كاين ديفيس تاع الكاش اللي هو هذا بالكحل، لازم نديمونطيوه باش من بعدايا نقدروا نديمونطيو لي فيس تاع لي ريتونسيون، فيس دو ريتونسيون تاع لو رادياتور. باش كي نحيو لو رادياتور راح يبان لنا لو جي بي يو لي باش نديرو فيه اون مانتونونس لي هي نبدلو لا بات تيرميك ديالو. دونك كيما راكو تشوفو هذه هي لا بارتي لي راح نديرو عليها اون مانتونونس. دونك نبداو لا مانتونونس ديالنا. اول شيء لي نديروه هو نحيو لي فيس لي شدو لو رادياتور. ومادا بكم هنا تصيبو بليزيور بواط خاطرش لي فيس راح يكونو واحد زوج نواع ولا ثلاث نواع، كاين دي فيس قصار طوال. في المونتاج دي فوا الانسان تلف لو راهو طويل وين حط القصير، دونك ممكن انسان يدير حاجة لي يندم عليها. دونك يفو ميو كيما في لوكا ديالي صبت انا اون بواط لي فيها بليزيور اندروا وين نقدر نستوكي لي فيس، دونك ريبيراج تاعهم راح يكون ساهل. دونك كيما شفتو راني ديمونتيت لي فيس تاع الرادياتور، دوكا راح ديمونتي لي فيس دو ريتونسيون تاع لو رادياتور بارابور او جي بي يو. اون فوا كمل لي فيس تاع دو ريتونسيون تاع جي بي يو تاع الرادياتور بارابور او جي بي يو، لهنا كاين اون فيش لا فيش تاع لو فونتيلاتور. هنا الانسان لازم ياخذ حذرو خاطرش سي دي فيش جينيرالمون يجو صغار وفراجيل، ودي فوا وين الانسان يقدر يجبد وحده يديكوليها بلا ما يجيب خبر. في الرومونتاج كي يكمل لا مانتونونس في الرومونتاج كي يديرها يدير في بالو بلي راهي مديوره لوكو هي ماهيش طالع مونتي الفونتيلاتور، وفي الانستالاسيون ديالها تكون هكذا دونك ما يقدرش يشوف اسكو الفونتيلاتور دار ولا ما دارش، ولا هنا تقدر يكون اون فوت غراف لي تقدر دير سور شوف الجي بي يو يقدر يحتاج يتنحرق. دونك مادا بيكم تاخذوا الحذر على هاد لافيش. دونك كيما في لوكا ديالي فوالا هكذا تتنحى. دونك هنا اون اساي نكونو تانيك شويه حاضرين خاطرش لاباط كي تيبس على توندونس ا سو كولي، دونك الانسان يحاذر حتى تنحى. فوالا بو لوكا ديالي تنحات. دونك كيما راكو تشوفو لهنايا دونك هاوليك لو جي بي يو افيك لاباط ديالو لي راه يابسة هنايا، وهنا سي لو رادياتور، وهادي لابارتي لي راح تلصق في جي بي يو. دونك هادي هي لابارتي لي راح تمس السخانة تاع جي بي يو لي كتشوفو فيه، ومن بعد الفونتيلاتور يسوفلي لا شالور يخرجها على برا. دونك في لوكا ديالي هنا كاين ديفيس باش نحيو الكاش تاع الرادياتور، كاين ديفيس تاني كصغار دونك تنحيوهم واحد بواحد. وكل كارت جرافيك سما عندها خاصيه ديالها، سادير لو رادياتور يقدر ما يشبهش اون اوتر كارت جرافيك في لو ميم موديل تسيبو دي فوا دو زوج نواع. دونك نتوما في ديمونتاج ا بو بري سي لو ميم برينسيپ، مي لو كان يكون ديفيس زايدين الانسان يقدر ينحيهم.
Voilà, هذا لو كاش تاع لو رادياتور ولا هنا هاوليك لو فونتيلاتور اي والرادياتور ديالو. دونك لهنا كيما كتشوفوا كاين دي لامل، هاد لي لامل هادوما هما لي يابسوربيو سخانه او ميم طون تانيك يديروا لا ديريكسيون تاع لو فلو تاع الهواء ديالنا اللي من الجهه هادي يخرج لوتر كوتي. دونك حنا نبداو بريمير دي شوز، il faut faire attention aux ailettes تاع الفونتيلاتور، ils sont fragiles donc الانسان ما لازمش يفورسي بال بروس ديالو. دونك يقدر بصبعته هكا يبلوكي اون لامل ويبدا ينحي لا بوسيير اللي راهي فيه. بون في لو كا ديالي لا كارت جرافيك اني با بوسييروز بزاف، مي كون ميم بالك نتوما تجي وين تكون لا كونتيتي تاع لا بوسيير بزاف دونك حتى امبلوي ان بو بليس دو فورس، مي الانسان لازم يكون في الحتر ديالو. هو البلوز امبورطون انو لي زيلات تنحيو لهم كاع لا بوسيير. وكيفاش نعرف بلي سي بون يعني درت ان بون نيتواياج؟ صدر لازم لي لامال هادو كي نشوفهم دو ترافير بلي ما كاين حتى حاجه راهي تبوجي. دونك لهنا يبين لك بلي لا مينتونونس درتها ولا لونتروتان درتو ريوسي. كيما لو كا ديالي هنايا لا بوسيير اللي كانت هنا اللي نحيتها ميم لي ديبري اللي كانوا. دونك هنايا لا بروميير بارتي تاع نيتواياج ديالي راني كملتها. دونك راح نصورتي دي فوا لهنا في الكاش تاع الكاش تاع الرادياتور، دي فوا تانيك لي ديبري يكونوا دونك الانسان لازم يطويهم تانيك. دونك نكملوا النيتواج ديالنا فوق لاكارت مرتاع لاكارت جرافيك. ونسي نخليو النيتواج ديالنا ان سول سونس، معناتها كي نضربو لتحت ماشي نعاودو نرجعو لا بوسيير ولا. دونك لو جاست ديالنا راح يكون ديريكسيون وحده. تانيك نقيو لي سورتي تاع لا كارت جرافيك. فوالا دونك قعدنا هنايا نيتواياج تاع لاباط تيرميك تاع لو جي بي يو و ميم طون تانيك او نيفو تاع الرادياتور. دونك خاوتي راح نتاكيو لا دوزيام بارتي تاع نيتواياج ديالنا اللي هي نيتواياج تاع لو رادياتور بارابور على لاباط تيرميك اللي تشوفو فيها راهي يابسة لهنايا. دونك باش نطيروها لازمنا ان بوتي شيفون. دونك لو شيفون هاديك افيك لو دوا ديالنا هكذا نحكمو كيما راكو تشوفو، نحكمو هكذايا اون بوتيت بريسيون هكذايا يبدا يطيحو لي ديبري هادوك. بون في لو كا ديالي هنا بالك تنحاو رابيدمون، مي بارفوا وين يكون فريمون يعني دور يابس، وكي يكون يابس دور هنا راح يدير المشكل. علاش؟ راح بينو وبين الجي بي يو راح يكون شوني بارير، دونك لابسوربسيون تاع لا شالور راح تكون موان، دونك راح يدير لكم دي بروبليم كيما هضرنا في الديبي تاع ليبيزود هادي. دونك في لوكا هنايا توجور ان بوتي فروتمون ونعاودو نبينو النحاس ديالنا لي كيما راكو تشوفو. دونك هنا سي لابارتي تاع لو رادياتور راهي تنيطوايات. دوزيام بارتي نجيبو لو جي بي يو ديالنا لي كيما راكو تشوفو. هنا راك تشوفو لاباط راهي دور، دونك تانيك كيما درنا الرادياتور، دونك نحكمو افيك لو دوا كيما راكو تشوفو افيك لو دوا ديالنا وافيك اون بوتيت بريسيون نبداو نطيرو هذاك لاباط لي راهي يابسة. ويا سيت اون بات مورت على كل حال ماهيش دير الخدمة ديالها. وكيفاش نعرفو بلي نيطوينا جي بي يو ديالنا؟ لازم حتى تبان لاباتي سوبيريور هادية، هاد لابارتي داك تشوفو فيها كاري لازم تبان شغل الميروار، شغل لو ريفلي تاع الميروار. دونك هنا تبينا بلي اوكان ديبري ولا اوكين بات ما راهي لاصقة فوق كيما راك تشوفو لهنايا، راهي تبان بلي
Elle est bien nettoyée. Voilà, donc on a le nettoyage. Donc on va procéder à dérouler la pâte d'Yana. Bon, pour la pâte, il faut uniquement dérouler le GPU, mais il faut le radiateur. Il faut dérouler une grande quantité, donc il y a un débordement. Deuxième des choses, avec le temps, il y a 7 jours ou l'an, avec la pâte qui quitte tout lié à ça, ça sera difficile le can n'audon n'hiwa parce que nous devons maintenir salaire. Moukine balak insan employé chez la force, moukine décoller le GPU donc moukine mesichikala. Donc il faut faire attention. Donc n'hakmo un petit bout à la pâte. Ah d'ailleurs. Pour le cas d'Ali, la pâte est le meilleur moyen de l'étaler, c'est le doigt. Donc, tout le monde, je t'oublie qu'il y a un moyen qui va t'étaler, mais pour moi, le meilleur moyen, c'est le doigt. Voilà. On a fait la pâte, tu couvres bien la partie supérieure de la GPU. Je te fais la partie supérieure, mais chez le GPU, la partie supérieure de l'overc. Au coup de GPU, la partie d'elle est supérieure, qui est des fois un grand carré, un petit carré, des fois une cibou vraiment avec la partie miroir, cibou à Kbera. Donc, coup de GPU, c'est le fait. Voilà. Donc là, on a comme là le point, le chran est à la maintenance, les hua, la pâte. Donc, on va faire le remontage de la carte graphique. Donc, on va faire le remontage de la carte graphique. La première des choses, on va faire le cache. C'est du cache en plastique. On va faire le nettoyage avec le mât ou le savon. À condition, bien sûr, de le choix bien. Donc, on va faire le cache. On va faire le genre en place. Donc, نحكموا على البارتي هكذايا. دونك نرجعوا لي فيس ديالو. دونك هنايا علاش قلت لكم مقبلات لو كان اون بواط يعني تيبو بليزيور بواط ولا اون بواط فيها بليزيور اندرو نقدروا نحطوا لي فيس ديالنا هكذا في المونتاج يجينا ساهل. قال لي فيس هادو ما باينين تاعاش هذوك لي فيس باينين تاعاش. فوالا بون هنا رجعنا لو كاش تاع لو رادياتور. Donc, nous allons mettre le radiateur en place. Donc, nous allons mettre la carte graphique d'Yana. Nous allons poser le radiateur d'Yana. Des fois, les vis de rétention qui ont les rondelles en plastique, mais d'abord, comme tu as d'autres chargeurs, parce que Hado qui a une la force de rétention, tu as les vis à demain. Donc, d'abord, comme la canne, comme tu as d'autres chargeurs. On a fait le montage, mais d'abord, comme tu as croisé les vis, parce que tu as une la force, tu as. T'as la rétention de l'homme. Donc, on a recommandé de dire t'as les vis, t'as la rétention, t'as le GPU. Pas de n'a les vis, t'as le radiateur. Pour la quantité de l'homme, t'as le hajm, t'as le radiateur. Qu'il y a des fois où il y a des vis. Des fois, qui m'a le cas d'Yana, qu'il y a trois vis. وسيرتو ماذا بكم متبحروا حتى فيس باسكو وكان يكون كوتي على كوتي ما كانش دونك الرفوديسمون ماشي يكون اوبتيمال في جهه على جهه اخرى دونك سيو باش متبحروا حتى فيس اون ديانيير شوز سي تريز امبورطون
الانسان ما لازمش ينسى لا فيش تاع الفونتيراتور باسكو دي فوا الانسان بالك ما يديرش مومون ديال اتونسيون مي مونطيهاش دونك الخدمه اللي دارها كاع بالك تولي حاجه ولا اخرى دونك لا دينيير شوز سي لا فيش كيما لوكا ديالنا عليك فوالا اي فوالا لا مينتونونس ديالنا راهي خلصت وما بقى دوكا غير نبرونشيوها ونشوفوا لو ريزولطا كيفاش يكون كما شفتوا كالكو مينوت درنا اون بيتيت مينتونونس على لا كارت جرافيك ديالنا واستعملنا فيها دي زوتي سامبل وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.